هو شاب طموح ومثابر، فتفوق بإرادته الحديدية على كل الصعاب وصنع لنفسه اسما في مجاله الخاص. نعرفه على حكاية محمد الأماني أمين برباش في هذا الرابورتاج. معك الله يعافيك. لهنا برباش محمد أمين، 23 سنة، قريت انفورماتيسي، دونك في الحياة نخدم انفورماتيك وحياتي مقسمة انفورماتيك وسبور، فوالا مشكيلاسيون. شكون انا اكسبيريونس في حياتي كتوسا، كل واحد في الدنيا دي ربي واش كتب له، دونك ما نحكوش على الكا بزاف، راك شايف ما نحكموش بنادم الكا ديالو، وكل واحد واش عنده في الدنيا هذه. مي انا حياتي كانت شويه بيزار، مي سافا، تما قدرنا نيكيليبري ونندمجو كما يقولوا. شايف الله واش عندنا اليوم صاحبي؟ اليوم عندنا فاك صاحبي، كلوا لربي بسم الله يا رب. هي عادي شغل، انا بديت دخلت نقرا وبدات شويه الانسان دخل يقرا بريمار، بدينا نكونتاكتيو تما الناس. هي كاين ديفيرونس بين واحد بالك كبر مع الكا وبنادم جاه الكا في لاش تاعو، زعما نقولوا كان كبير ولا تشوفوا، زعما نقولوا واحد صرات له الضربه تاعو في عمره 10 سنين ولا شاف يحسلها، مي واحد كبر بالكا هذايا تما يقدر تجي سهله يندمج مع المجتمع ويدخل معه باسكو ديجا وكبر به. صحيح خرج ظهرك شويه، طريق نتاعك 8 9 12 دوز. طريق كنت صغير تما مانيش شافي جوست كيف صرا فيها، برديت لي بارون ديالي للزوج، تما كبرت مع ماني، مي الحمد لله يعني لازم ترضى بواش كتبوا لك ربي وهادي. دونك ملاكسي دون كاع تما بالك العفسه اللي شتها كراف انك برديت لي بارون ديالك، مي الحياه هادي تما اللي راني عايشها دوكا ولا الكا كيفاش كملتو، انا ما نشوفهاش حاجه كبيره باسكو هادي حاجه تاع ربي لازم تاكسبتيها، وقت ما تاكسبتيها تفتح لك 100 باب. دوز صحيح انا قاص يونا قرحه كيفاش تعرفت على امين؟ عرفني عليه واحد صاحبي ضل عليه، قال لي فوالا كاين انسان هاي الحاله تاعو كيفاش وشغل وين يروح ما يلقاش راحتو ما يقدرش يعطيني بيان. قلت له ماشي مشكل، بعثو لعندنا نتهلا فيه. صافي عندها دوزون هادي الحكايه، بعثو وليت كونتاكتيتو توجو نجي 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 نجي، ما كانش عنده موين تاع ترونسبور باش يجي، الو كي جاب موطو اللي يقدر يجي. ميسكلاسيون بديتها وحدي بصح كنت نونطريني باك، تما ما كنتش بكوتش وبروغرام وكلش، حتى ما عولت وكونتاكتاني الانسان هذا، بعث لي وراك وعرفنا به، عرفني واحد صاحبي عرفني به، بعد هو كونتاكتاني اللي هو يونس بوشافة اللي كونتاكتاني وبديت نخدم معاه. احنا هاي سان صحيح وزير. النهار اللي هدرت مع امين كونتاكتيت ابراهيم مول الصاله هذه لصال الاكسجين جيم فسحاوله، قلت له فوالا اللي كاين، قال لي مرحبا به صافي بليزير افيك ان غرون بليزير،
كما كان الحال جاء امين ورحب به هو ثاني وقام بنا تما ويدعم انتيك طريبيان ديس طريبيان شايف اهي وش حنقول لك هي لامبورتي واحد في الدنيا هذه بار اكسبيريونس انا باش نشوفها صاحبي ما توقفش على روحك واحد ما يوقف عليك ما تموتش تخدم واحد ما هيجي يمدلك ولي غير اللي يستنى يمدلوك شايف تقعد تاكل على بنادم يمدلك بنادم ما داح يمدلك يلحق واحد الوقت يحبس دونك انا نامبورت واحد سواء هانديكابي سواء ماشي هانديكابي سواء واحد صايد ديسيسبيرا من الحياه هذه قول لك رحمه ربي واسع شريكي في قلبك الداخل لازم تبدل ها يا اخو الانسان وش نقول لك لازم انا طموحتي عايز زعما كيما نقولوا ماذا بيا رنونسي شريكي اي حاجه يقول لك ما ديرش بيت واحد في حياتك راك شايف تما في حياتك كومبلي ما ديرش بيت واحد باسكو ايماجيني نتايا باغ اكزومبل تدير بيت انت درت بيت واحد في حياتك لحقت له ومن بعد خلاص سالي لحقت البيت ديالك تما تقول خلاص سي بوني لحقت له كباب تقاري قاعد تحبس كومبلي هيا خلاص هاي زين ايوا هبط بيان صحيت هيا سان سيس طيب يا هيا عاد وحده بون البروجي اللي ناوي ان شاء الله بوني كاتب عليه شويه دي سيناريو كذا ليس مخرج من الكاري بوني كاتبها في التليكو تاعي جست بون كوراج خاوتي للناس سوا في القاعده سوا انسان نقول لك برك شعار تاعي معروف يا خرج من الكاري هذا برك خرج من الاطار وبدل السيستم تاع العقل الباطن تاع التخمام ديالك بدلو ربي يفتح لك 100 باب بارك الله فيك هذا غير كيما خرجها بالك ليه صحيح هذا دوم بيسرس